من أنقرة. عمر، صف لنا المشاهد الأولية التي تقع تحت عينك عند هذه النقطة. نعم تامر، بعد التحية، بالفعل هناك زخم كبير جدا من البيانات حاليا، يمكن القول إن صح التعبير تتطاير في الهواء حقيقة. الكثير من البيانات، الكثير من الاتهامات بأن هذه البيانات ربما غير صحيحة من كلا الطرفين. الرئيس أردوغان قبل قليل على تويتر قال بأن نشر معلومات حول النتائج قبل انتهاء فرز الأصوات يعتبر سلبا لطبعا الإرادة الشعبية. طالب كل من يقف على صناديق الاقتراع بعدم ترك أماكنهم حتى ظهور النتائج الأولية. من جانبه كمال كليشتار أوغلو أيضا حذر اللجنة العليا للانتخابات وقال يجب أن أنتم مضطرون لإدخال البيانات الصحيحة على نظام فرز البيانات، ولذلك هناك نوع من التجاذب الكبير حاليا، حرب معلومات وحرب إعلامية تدور حاليا في تركيا. من جانب آخر بدأت الاحتفالات حقيقة من كلا الجانبين، الجانب المؤيد لحزب العدالة والتنمية يحتفل الآن، والجانب المؤيد لحزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة أيضا يحتفل بنفس الوقت. حتى الآن حسب البيانات التي تنشرها وكالة الأناضول شبه الرسمية في تركيا، الرئيس أردوغان قرابة 50% وكمال كليشتاروغلو قرابة 44% في كامل تركيا. بالنسبة للانتخابات البرلمانية أيضا هناك بيانات حسب وكالة الأناضول الرسمية تقول أن حزب تحالف الشعب الحاكم حوالي 50%، بالإضافة لتحالف الأمة قرابة 39%. هذه البيانات التي يقوم بنشرها حاليا طبعا تقوم بنشرها حاليا وكالة الأناضول، ولكن من جانب آخر هناك تصريحات لمنصور يواش وأكرم إمام أولو تقول بأن الصناديق أو التقارير الموقعة بشكل رسمي والتي وصلتنا أفادت بتقدم مرشح المعارضة على رئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية. حتى الآن لا يوجد يعني معلومات أكيدة في هذا الإطار، ولكن أكيدة يا عمر أم معلومات رسمية؟ تتحدث عن تأكيد المعلومة أم رسمية المعلومة؟ من ناحية تأكيد المعلومة، لأن كل طرف يعتمد على معلومات مختلفة من مصادر مختلفة. حقيقة المصدر الوحيد الذي سيؤكد يعني حتمية النتائج هو صندوق الاقتراع والتقارير التي سيوقع عليها كل منسوبو الأحزاب السياسية الموجودين في كل صندوق اقتراع. بعد أن تأتي هذه التقارير إلى اللجنة العليا للانتخابات ويتم اعتمادها وإدخالها إلى نظام فرز البيانات، عندها يمكن القول أن المعلومات تأكدت وأصبحت يعني شبه رسمية أو رسمية. يمكن القول أن هذه يعني هذا الوضع حاليا يتكرر في كل انتخابات، ولكن ليس بهذا الزخم الكبير. نحن الآن مضطرون لإعطاء بيانات وكالة الأناضول وبيانات وكالة أنكا التابعة لحزب الشعب الجمهوري. كذلك هناك حسب وكالة أنكا 3 نقاط فقط فرق بين كمال كليشتاروغلو ومرشح بين كمال كليشتاروغلو والرئيس أردوغان. كذلك يعني هناك فروق بين عدد الأصوات التي تم فتحها، فوكالة الأناضول تقول أنها يعني 84% من الأصوات من الصناديق تم فتحها حتى الآن، ولكن وكالة أنكا تقول بأن 69 صندوق حتى الآن تم فتحه. لذلك الاختلاف الكبير بين البيانات التي تنشرها كل وكالة تحتم علينا أن نعطي كل الأرقام الموجودة حاليا في الساحة التركية، ولكن هناك حرب شرسة حقيقة تامر في هذا الإطار من ناحية إظهار المعلومة. ولكن شهدنا هذا الموضوع أيضا في انتخابات البلديات عام 2019، كان أكرم إمام أولو يظهر على الشاشة في كل نصف ساعة تقريبا ليحدث البيانات التي تصله تباعا من صناديق الاقتراع، وهي البيانات الرسمية الوحيدة التي يجب اعتمادها. وكالة الأناضول افتتحت العداد بحوالي 60%،
وبدأ التناقص بالنسبة للرئيس أردوغان، وبدأ التناقص حتى وصل الآن إلى 50%، وهذا ما أشار إليه كمال كليشتار أوغلو في تغريدة له مؤخرا قبل دقائق من الآن، قال فيها التمثيلية التي بدأت ب 60% حاليا تراجعت إلى 50%، واتهم أيضا يعني متهما وكالة الأناضول بأنها تقوم بالتضليل في هذا الإطار. أكرم إمامولو أيضا أشار إلى عدم اعتبار البيانات التي تنشرها وكالة الأناضول بأنها البيانات الرسمية المعتمدة كذلك تعمل.